ضيفتنا اليوم فنانة شابة صغيرونة ادخلت الفن عن طريق الصدفة البحتة، تتميز بجمالها واسلوبها الهادي. ولا والمخرج حطني معاها بموقف، شوفوا. انت السبب في كل اللي صار لنا. لا والله الحين انا السبب بكل شيء. ليش مو الخطه خطتك والشرشاري؟ الحين صارت الخطه خطتي والشرشاري، الحين صار والله تدرين الشرها علي انا. لا والله حبيبتي الشر علي انا الحين قاعده. فرح نطري يا فرح. فرح نعم. ما تحسين ان التمثيل وايد صعب؟ بالعكس انا احسه وايد سهل، يمكن اني احبه وايد لان انت تحبينه تحسين انه سهل، لكن انا بالنسبه لي تعال عيد وكل شويه اقول لك المخرج لا خلي الرياكشن يكون اقوى. تحسين انه شيء مو سهل، يمكن حتى المشاهد يعتقد ان التمثيل سهل، لكن التمثيل انا باعتقادي وقت ساعات طويله وانت تقعدين في اللوكيشن، فاحس انه مو سهل. عموما قولي لي شلون دخلتي الدراما؟ انا شوفي اول شيء كنت دائما بمدرسه مسرح المدرسه فرح الإذاعة المدرسية كل يوم الصبح. من بعد أنا بعد فترة عقب ما تخرجت كنت ماشية بالصدفة مع أمي مجمع ليلة جاليري، كانوا قاعد يصورون مشهد تأخرت الممثلة، بعدين يالي واحد قال لي أختي تحبين تمثلين؟ قلت له إيه بسرعتي، وحتى أمي طلعتني إنه شفيت، قلت له إيه وسبحان الله دشيت. يعني شنو هالصدفة، أنت تحبين التمثيل واحد يعني المخرج يقول لك بالصدفة وأنت بمجمع أبيش تمثلين؟ سبحان الله. بعدين يعني أنا ما شاء الله أشوفك صغيرة، وشلون قدرتي تتقنين هذا الفن اللي هو مو سهل؟ هل أنت خريجة معهد فنون؟ لا أنا خريجة المعهد التطبيقي، كلية دراسات تجارية إدارة بنوك، كلش بعيدة عن الفن وعن التمثيل. إيه بس موهبتك فرضت نفسها. الحمد لله، إيه يعني تعلمت شوي شوي وحلو الحمد لله. فرح شنو قاعد تسوين عشان تطورين من الفن عندك؟ شنو ممكن تسوين اشياء تسوين؟ يعني تقريبا كم اول شيء كم سنه صار لك في الفن؟ صار لي تقريبا 3 سنين. خلال 3 سنوات شلون قدرتي تطورين فنك؟ يعني شوفي كلنا نغلط، عندي شويه غلطات في بداياتي، احاول اني ما اكررها. اشوف مسلسلات وايد. تشوفين مسلسلات؟ اشوف مسلسلات، احضر من كل شيء يعني تركي كويتي سوري مصري كل شيء، يعني احاول اني يعني اخذ منهم شوي. على طاري المسلسلات، يمكن انت اكثر فنانه على صغر سنها انطقت طراقات في المسلسلات، ويعني حاشها طق يعني محترم. فهل في المستقبل بعد في المسلسلات الجايه راح تنطقين؟ شوفي هو في طق لقدام، في طق لقدام. مو خايفه؟ بس مو خايفه؟ لا مو خاف، خلاص يعني تعود. يعني اذكر اكثر مسلسل انطقيت فيه كان طق صجي، مسلسل صديقات العمر، يعني هذا تكافخت لا قلت بس شد شعر وضرب، بس عادي هو اصلا اعتذر مني ويعني عادي. كل هذا في مثل ما يقولون سبيل الفن، ان انت استحملت الطق عشان يكون المشهد حقيقي. اي يعني ايش كثر انت تحبين الفن اللي تحملتي هالكثر. الحمد لله. اي يعني عدت. منو اكثر الفنانات اللي فرح تتمنى انها تتعامل معاهم؟ شوفي كان عندي امنيتي انا اني اوقف قدام الاستاذه سعاد عبد الله، الحمد لله صارت بنوايا. شو شعورك لما صارت؟ وايد استانست، كنت وايد متوترة إن شلون بطلع، شلون بطلع شكلي، شلون أدائي، لأني لما أشوفها أتوتر. عرفتي ما شاء الله عليها، هي هرم كبير. يعني كان عندك حلم وتحقق. الحمد لله تحقق. إيه شيء حلو الحمد لله. وبالمستقبل إن شاء الله شنو خطتك حق رمضان؟ في رمضان إن شاء الله في رمضان مسلسلات؟ إيه عندي مسلسل اسمه أغراب، بطولة الحمد لله وايد حلو، خط جديد علي، شخصية قوية. شخصية مو بريئة؟ لا هي قوية مو بريئة. قوية أوكي. الحمد لله بوخر شوي عن البراءة لأنه وايد قاعد يحكروني في هالمجال. يمكن إيه صح مثل ما قلتي إنه دائما مخدرتش في زاوية، صراحة براءة وجهك يمكن وعمرك الصغير مع البراءة معطينك إنه تنحطين بهذه الأدوار البريئة. صح بس أنا ودي تشي شخصية قوية مسيطرة لئيمة. إيه ودي يعني هذه الشخصية اللي الحين بتمثلينها برمضان إن شاء الله هي مختلفة شوي عن شخصية مختلفة شوي. إيه هي شخصية أقوى بس يعني تحط لها هدف وتوصل له الحمد لله. بس انا لا ودي بشخصيه الشر، يعني شخصيه شر شيء وايد قويه، يعني ان شاء الله في احتمال انه يكون لي عقب رمضان هالدور هذا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قولي لي شلون تهتمين ببشرتك، خصوصا ان التمثيل يمكن يستهلك منك وقت وطاقه ومكياج وشعر وكل شويه، يعني لازم تصيرين على طول تحطين مكياج، فكل هذا راح قاعد ياثر على بشرتك، شلون تهتمين؟ فيلر شفايف مسويه. يعني ما سويت عمليات تجميل؟ لا عمليات تجميل لا، يعني الرطوش البسيطه انها مسوي شفايف في فيلر. عنايات البشره احنا فاكر سوالف هذه. ايش كثر الفنانه لازم تهتم ببشرتها عشان تظل دائما محافظه على بشرتها؟ هو بشكل عام مو بس الفنانه، لازم كل بنت تهتم بروحها لانها بنيه يعني كيوت، الله خلقها سبحانه وتعالى انثى فلازم تعتني بروحها. انزين في منشط
انقال ان انت موهبتك صدمت الفنانات، هل هذا صح؟ لا لا لا، هذا المنشط جدا غلط. و لا غلط، شنو ايش دعوه؟ يعني انت تقولين ان الكلام هذا مو حقيقي؟ مو حقيقي لا. انزين في الختام شنو تحبين كلمه حق اي واحده تتمنى انها تمثل وتكون خايفه انها تقدم على هذه الخطوه، شنو تنصحينها فيه؟ انصحها لا بالعكس، اذا هي تحب الشيء تسويه، يعني بغض النظر عن دراستها شنو راح تكون او شنو مستقبلها، لا بالعكس التمثيل وايد حلو، مو نفس ما الناس مفكره انه لا رعب وخوف وانها ترد متاخر، لا بالعكس انا دائما معي امي، كاي امي الله يحفظ لك يا حبيبتي، الله يسلمك يا حبيبتي، فهي دائما معي، اهلي وايد دعموني، فلا بالعكس التمثيل حلو، بالعكس انا انصح اي بنت او اي صبي حابين يمثلون يروحون يسوون يحققون حلمهم. يعني اللي عنده موهبه لا يخاف، يقوي قلبه ويروح. يروح. بس انا اقول له يعني يدير باله، ترى تعب التمثيل مو وناسه، مو بس ان الواحد يمثل ادوار، لا الموضوع يبي له جهد وتعب. طبعا اكيد لازم. انا استمتعت بالحوار. حبيبتي وانا بعد عمري. فرصه سعيده وحلو المشهد اللي قدمته معك. الحمد لله زين شفتي؟ يلا تعالي. حبيبتي. انت السبب في كل اللي صار لنا. انا السبب الحين مو شوشورك حبيبتي. لا حبيبتي هذه خطتك. والله ايش رايكم بس واحنا قاعد نمثل؟ حبيبتي فرح قولي كلمه. هاي انستغرام وسناب. انستغرام شلونكم؟ انا فروح، انتظروا لقائي مع هي الحلقه. اكيد انتظرونا.